هسه تعالوا نشوف الهدية. هلا وحبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير، ورجعنا لكم فيديو جديد. طبعا صار كم يوم ما مصورين فيديو، شوي انا معوشة مالي خلق. وحنوش اليوم وين؟ حنوش رايح المستشفى اليوم، ان شاء الله اخر يوم لهاي الجبس ماليده، بس لازم عملية ثانية على مود يشيلون يطلعون البلاتين. فاليوم راح يسووا له كل الفحوصات، ويوم الاثنين ان شاء الله يسووا له العملية. ان شاء الله يا ربي تعدي على خير وايده تصير احسن على عين العطلة، لانه هاي بس يعني اخر ذني كم يوم، واربعة سبعة تبدي العطلة عندنا حتى يخلص من عندها، والجو صار كلش حار. فيلا حبايبي، قبل ما اشرح لكم وين راح نروح بعد المستشفى، شقوا لايك للفيديو وكتبوا تعليق حلو مثلكم، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. هسه خلصنا طبعا من المستشفى، خلصت شغلة حنوش ورايحين المونستر اليوم. يابا مبروك لأهالي مونستر، شفتوا ذيك المرة احنا رحنا الهامبورغ افتتاح سوبر ماركت عراقي، واليوم فرع جديد بمدينة مونستر. راح نروح ان شاء الله ونحضر الافتتاح ونقول لهم الف مبروك يابا، وكل الشغلات اللي شفتوها هناك راح تكون هنا، أنا والجيمر العراقي وكل هاي الشغلات. وان شاء الله قريبا راح يفتحون بمدينتنا وبعد مدن ثانيه، اكيد راح نقول لكم. هذا ميك اب السياره، شنو رايكم به؟ ما ادري شلون يقولون، ازرع مطربش يطلع مخربش، والسياره تقمز ولا خلي ميك اب لازم، لان الكاميرا مشكله. وصلنا للمحل او السوبر ماركت العراقي اللي بمدينة مونستر. تعالوا خلنا ندخل جوا ونشوفكم الاغراض اللي عندهم العراقية الاصلية. يلا تعال. هو لابس الزي العربي وهاي. وين نصوره؟ اي. خل اروح اشوفه وين. هو نفسه؟ ايه هذا تشيبس باز. ايه باز طيب. هاي الدنيا تقول ناخذ وحده نخليها على الكاونتر. كلش حلوه هاي الكبيره، عجبتني. بس ثقيله. ثقيله. ايش قد فيها؟ هاي كلها الغراض عليها عرض. هلا اخذهم فرن. الدنيا تقول اهم شيء الاندومي. محمد تعال لا يدفع عن هذا. هذا البسكت. حتى ذاك شو اسمه؟ شمائل. شمائل. بسنتات هي الوحده هاي. هنا مباشر حاليا، بعدين ينزل بس هنا مباشر بالتيك توك. هذا هم يعني ذن الرصاص والعنبه مارتديلا، هم يعني كله عليه عروض. طيل الموبايل. تسلمي. مو اريد اروح امشي. ها يلا جاي وياك. يلا. هذا اني. 10 يورو. تعالوا شوفوا انواع الكمل، لا تحتارون، حتى العنبر موجود. وهمين عليهن عروض كلهم. وعليهن عرض اليوم. شوفوا انا شنو عجبني اليوم العرض اكثر شيء، هذا الدهن. الدهن والمعكرونه. باعوا ثلاثه من هاي ب 10 يورو. كلهن عليهن عروض. بلاش. وهنا عندكم هاي احسن شيء. هاي همين ثلاثه. هذا الخبز باعوا خبز الشوفان هذا للي مسوين دايت. دايت والسكر. كل انواع الخبز هم موجوده. هاي المعكرونه بيش؟ كلها 8 ب5. كلها عراقيه. هذا اللي تاخذينه كل مره. هذا العطر يجنن، هذا انا استعمله لما يعني نمسح الارضيات، تمسحون الاثاث مال البيت يصير عطر البيت يجنن. وما يروح بسرعة أبد، يتأخر. يا جهنا أنا هاي الباستا. شغل مال البيت هذا. البرجر، برجر دجاج وبرجر لحم. هاي تصنيع لحم يعني. يحبوها العراقية كثير. إيه. يحبها
صباح الخير. سويها ويا البيض. سلام يا سلام. صباح. أبو عمي كم كيلو من المطعم؟ 8 حيجيب لك جيب من الأول 8 على 98 بعدين نظفه. بيش الكيلو مالك؟ كذا خلاص نظفتهم واشتغلت. 98 98 شو هذا حط له بالكيس؟ ما في كله بكيس. طعمها شاورما. هاي شو الفرق بين هاي وهاي؟ هاي بدون خضار، هاي بدون خضار. يعني اثنيناتهم لحم. طبعا. هاي الفيول. هاي شو يسوون فيها طبقة ديل؟ طبل. هاي الباسترنا. بس والله حلوة هاي الباسترنا. هاي لازم ناخذها نسوي هي الشرائح ونشويها. هاي مستوية اصلا. هذا إيش أحلوها؟ من إيه متبلة ومستوية. إيه مو صح؟ عمو في سجق في مقاني في. لا لا إحنا قصدنا هاي مو نقدر مو واحد يقدر يقص ويأكل مباشرة. طبعاً هلا بعطاني. إيه. هلا بس أخلص أغير الفوق. شفتي؟ من التتبيل المستوية. إيه مبينة من التتبيلة. إيه. يلا جاهز؟ يلا يلا. اهلا وسهلا شرفتونا. شكرا. ميت اهلا وسهلا شرفتوا حبيبي. الله يسعدك يا رب حبيب القلب. تفضل. الله يسلمك قلبك. اهلا وسهلا شرفتونا حبيبي. ميت اهلا وسهلا. هاي ضيافه اللي يجي للمحل يطلب قهوه. جنن فتحت البيت. كان عندي قهوه من روي نسيتها واجيت ما ادري وين عفتها. وهذا هنا عندهم طبعا عسل طبيعي 100% جاي من سوريا. بس هذا لا مو طبيعي. هذا جبناه مشان العالم تفرق بين هذا وبين هذا. هذا عسل طبيعي 100% على مسؤوليتك. على الفحص كمان. على الفحص. صوري حكيم بالمصري حكيم بالمصري. خوش ولد بالعراق. قاعد يحكي انتم بايه الاول؟ باسترمه؟ باسترمه ايه. تريدها؟ نعم. هن ثلاثه اخذ واحده. نعم. جربها يلا محمد. هنجرب. قاعده واقف. ما مطبوخه هي هاي. هي تتاكل مي. واو. طيبه؟ اي والله. ده شيف. بسم الله. دنيا رهيبة والله. جربيها مو هسه بعد وقت بدي شوية. شوفوا هاي فرحان بيها محمد. هاي شغل ايده فالحين بس تفضحني هلا قدام الناس. والريحة مالته ما شميت. انت يقول حرامك الدحات. دحات خذ لك واحدة جديدة. ذاك اليوم شفت جماعة مسوي لها صبر صابينها. يلا هسه لبن أربيل مدخن الأصلي ريحته تنوكل. تعال هنا. شوفوا شوفوا شوف القشمة هاي مالته ايش كبرها باعيها. شوف 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 شلونها. ولي دنيا فوتج. ليش طيب محمد؟ لأن هاي الصورة مالتي أنا مسويها. لأن هذا التصميم مالت محمد صار بعد أطيب. نورتوا قمر عراقي. تعال تعال. هاش دنيا هاش. خل أذوق أنا. يلا. فريها عليك. وهيك واحد يذوق. تاخذ هاي. هيك يذوقون. شلونه؟ أقول وتجنن يا ربي. لبن أربيل. ليش صار طيب؟ ليش صار طيب؟ لأن الصورة مالتي. محمد سوى تصميم. لا جديات طيب. صدق طيب والله. جيمر جيمر. شلونه؟ لسه لازم شنو؟ صمون حار؟ ايوه. وياها وبعد شاي. وشاي. ايه يلا طيب. خلي ذن هنا خلي الخاشوقة. المصمم محمد ايه. خلي الخاشوقة كافي تاكلين. طيبة شكرا. لا لا ترجع الخاشوقة جزء حد يريد ياكل. انا اريد اكل. ها الك يلا لعب بالعافيه. والله زين حصلنا لنا بنية صغيرونة. حصلناها بالعرف حتى اطفالكم بالعرف. ليمون. يلا طبعا احنا حاليا نسوي البث مباشر ونصور بنفس الوقت. هاي دعوة عامة لكل عندهم محلات ومشاريع. احنا جاهزين نحضر لكم بالاحتفال.
بالافتتاح ونحتفل وياكم، والمضغوطين نزلوا لهم ليمون. اي ليمون ليمون كثر حبايبي. الماركت وين وهاي غير تحكي؟ قلنا لهم بالبدايه اليوم احنا مونستا ماركت الي نوين، هاي الادريسه مالتها. الي نوين؟ نوين يعني علي 9 بالعربي. كل الشغلات العراقيه طبعا موجوده هنا بالمحل. صورناها لهم. هسه صار الوقت حتى أنا أسوق، راح أخذ فريكة وأخذ البرجر طبعاً والشغلات الكل اليدوية، شو يسموها؟ شاورما، وبعد شنو؟ باسترما هم بمون لبن أربيل لازم ناخذ. وين اللبن ما تكفي؟ هنا بالثلاجة. لا عاد ناخذه هو، ما قد عن نشتري. ناخذ من هاي؟ بس هاي ما مكتوب الأسعار. أخذ برجر. برجر لحم هذا؟ في هذا برجر لحم. نأخذ ثلاثة، هي عرض ثلاثة بعشرة. نأخذ ثلاثة. بس هاي الأسعار ما كاتبينها، لازم نعرف الأسعار. هذا اللبن هم لازم ناخذه، هم لبن أربيل طيب، وهم هاي اللزقة تصميم محمد. اللي عنده معمل شركة ومحتاج هيك تصميم صور أي شيء اكتبونا، أخليكم رقم الواتساب، محمد يسوي لكم كل التصاميم. هذا هم علي عارض الطرشي. طرشي هذا هم مالكين. حتى كلنا نسويهن لكم دبس. انا ما عندي جو متابعينا تشرفنا بيهم، نصبح لسه يجونا المتابعين. هسه اتجهت على الاخر، راح اروح. والله انا كان عندي هواية شغل مريضة، سرحت على شغل ورجعت. انا على مودك جاي حبيبتي، والله العظيم جاي تجيب الهديه. هم صور صور. وين الهديه؟ جايبي لي هديه. اي جبت لك متابعيني. شنو هاي؟ جبت لك هديه ذهب لين ودي. شكرا جزيلا. لا والله ما كنت. لا والله رعاك. تسلمين. والله والله هاي النعمه احلى بدون صور. احلى من التصوير. والله والاصغر يسلم. هاي يسلم. هاي يسلم. ايه يسلم. ايه انا والله من ساعتها مستنيك تخلص اغراضك. تفضل حبيبي الغالي. لو شوي. تمام. بعد خليه يتبين على اللايف. هلا نحن عم نعطيه الهديه المجانيه هاي 2 يورو، لازم نغلي لك الاسعار عشان تاخذي هديه. ليش؟ عشان تاخذي هديه. لا سووا لي خصم. سووا لي خصم واخذ الهديه، واخذ الهديه دبل. ها والله مجانا. الله يخليك. 10 يورو ثلاثة. خمسة أو 10. واحدة 4.5. هذا 8 ولا؟ الوم مش هنتكلم. 7 يورو. على الأقل إحنا مسوين هذا. ومعاها ربطة خبز مجانا أهلا وسهلا. وهاي 7 يورو. والله رايح ابو عباس مجانا. ما شوفناهم هنا السله، لو شوفناهم بس سوقنا وخلصنا. طبعا فاتورته اكثر من 100، ياخذ سله هديه. شنو هي؟ 2 شبس وعصير دبس الرمان، مخلل فلفل ومخلل خيار وفاصوليا، هاي تكون هديه. وسلته اكثر من 100 الى 200 ياخذ السله مرتين. العنوان والهايبل يلا. العنوان العنوان راح اخليه لكم باول تعليق وبالوصف. يلا هسه خلص اليوم الافتتاح مال السوبر ماركت، هسه راجعين البيت. طريقنا 48 دقيقة فلازم نفول، نحتاج تبريد. هم يابا اللي عنده افتتاح مثل ما قلت ما في داعي كل مرة اذكركم، يعني احنا حاضرين للافتتاح. هسه جو للمحل حتزونه همين. حتزونه افتتاح جديد.
شركة، محل، سوبر ماركت، مركز تجميل، أي شيء عادي ماكو مشكلة. عندنا رقم واتساب تواصلوا عليه وإحنا حاضرين. الاتجاه نحو المخرج إلى اليمين. بتوصلون يوم هاي الطيارة يعني راح توصلون مونستر. بس إحنا راجعين للمونستر. ليش خاليها هنا الطيارة ما أعرف. يا ريت لو أحد يعرف. هاي لازم شيليها على كتفك. إيه أشيلها. وصلينا الحمد لله بالسلامة، الحمد لله على السلامة دنيا، الحمد لله على السلامة محمد. هسه المتابعين هم راح يكتبون، يلا كتبونا الحمد لله على السلامة، لأن طريقنا بالرجعة كان ساعة، ساعة يعني سفر، ما بيها مجال. إي لازم نفطر. وصلينا للبيت، هسه شنو؟ جبت وياي من عندهم من هذا التشيكن جاهز. شوفون شو يسمونه هذا؟ دجاج مقرمش، دجاج كريسبي، ما اعرف. المهم راح اخلي لهم على السريع بالقلايه الهوائيه حتى ياكلونه، لانه جوعانين. قالوا جيبي لنا وياك دونر ولفات وما ادري شنو. قلت لهم ماكو داعي، انا جايبه هاي وياي خلاص. هسه 15 دقيقه بالقلايه الهوائيه يصير. هذا شنو خالين عليه؟ مثل هذا اللي ياكلوا الجهال بال شو اسمه هذا؟ حلوة. تاكلون هي الحليب كورن فليكس. هذا المسواك خلي ارتاح شويه، يتغدون الجهال وبعدين اصفطه كله وياكم ونعزله. وبعد شنو عندي؟ عندي هديه من متابعتي اللي تخبل وتجنن فديتها، وجدتي بس على مود تعطيني الهديه وتروح. فدية متابعاتي طبعا جايبت لي ميدالية ذهب بالحرف الدي مال اسمي. اتجنن يا ربي وتخبل. فدية متابعاتي هسه اراويها لكم. واكثر شيء فرحانين بيه احنا اليوم التصميم مال محمد. سوى التصميم للبن مال لبن اربيل، المعمل بابليون اللي هم نفسهم اللي يبيعون الجيمر العراقي اللي باوروبا، طبعا اكثركم تعرفونه غني عن التعريف. فمحمد سوى لهم التصميم مال اللبن. تعالوا شوفوه. وهاي شوفوا هذا التصميم مال محمد. هنا بوابه عشتار، وهنا لبن اربيل مكتوب. هنا هاي صوره البنيه الصغيره، طبعا هاي بيتهم على مود ما ينباق التصوير التصميم العفو. هاي حتى ما ينباق انه هاي صورة البنية. وهواية شغلات، علم العراقي وبابليون، بابلون بابلون هو بابلون، وانا اقول بابليون بابلون، جيمار ولبن بابلون. هذا لبن اربيل مدخن، طبعا الطعم يجنن. صح اكو هواية من عنده بس هذا طعمه يخبل. احنا فرحانين بالتصميم، رحنا وتفاجئنا وانصدمنا به انه نازل اليوم، ما عبالنا اليوم راح ينزل. بسم الله. ماذا شفت بابا؟ واو والله عبالك جيمر. يا بشنو مو لبن جيمر. هاي هنا القشطه الفوق تجنن تجنن، والتصميم بعد يخبل ويجنن. واحلى شيء بالتصميم هاي البنوته الحلوه، شوفوها العنونه تخبل وتجنن. يا ربي بديت البنات الحلوات. مكتوب لكم حلال وراح يتفقد لازم اكو سحقه من التعب. والله صراحه تعبت من رحت لسان واقفه على رجلي. فعليه انه صرت اقول خلا اسوي فاصل وارجع اقول ها لبنى لبن اربيل راح يتوفر بكل السوبر ماركتات العراقيه ان شاء الله بالايام الجايه. وحتى فرحهم الجديد اللي راح يكون بمدينتنا قريبا راح يكون الافتتاح، هم راح يوفرونه. واحلى شيء التصميم. يا ربي خبل ويجنن. خلينا نشوف. واو لا تسمعون
القرمشة. وهسه نقدر نسوي من هاي هم بالقلاية ونقدر نسوي برجر هماتها. هسه راح اشوي من عندها هنا بالقلاية. والباسترما العراقية اسوي لكم باكر عطلة ان شاء الله، واسوي ريوق للجهال من عندها. شوفوا شقد حلوات ناعمات وكيوت، هذا شغل مال ايد بيتوتي. خليها تخ 15 دقيقة. هسه هذا الرجعة اللفة المجمدة، ما ادري شوف اذا صار عندنا وقت نروح نسوي مشاوي، بس المشكلة العطلة هي مطر. وخلونا نتذوق هذا الدجاج. القرمشة واو. وما ننسى الباسترما العراقية يا بنت خبل وتجنن. باكر ان شاء الله اسوي لهم من عندها ريوق. هم وين راح تلقوها؟ بالزهراء فود، بكل الافرع موجودة، مونستر، هامبورغ، ثلاجة مفتوحة. خلينا نروح اسدها. هسه شو نسوي عيني؟ نطلع لبن اربيل ويا هاي المقرمش. وعندنا هنا طرشي، طبعا جبت انواع من المخلل راح اسويهم كلهن مدبس، يعني طرشي مدبس. وين؟ باكر بقناتي اليوميات، يوميات دنيا محمد، اوكي؟ اسوي وياكم الطرشي ونسوي هوايه اكلات، واريد اجرب الرز ابو عربه وهوايه هوايه شغلات. وين راح تلقوها؟ باكر قناتي اليوميات اصور لكم روتين. بس بعد شنو اراويكم؟ الهديه مال المتابعه. هسه تعالوا نشوف الهديه. لتخبل وتجنن يا ربي. ترارارا. تشوفون شنو؟ حرف دي. ها ان تفاجأت بيها. دي في الدنيا. اي دنيا. دي في دنيا. ميدالية حرف دي تجنن وتخبل يا ربي. خطية يا متابعتي شو تقولي؟ تقول دنيا عليك العيون وهاي ردت اجيب لك اني ميدالية عين بس ما لقيت. فجبت هاي وجيت على السريع. اقول لها شكرا جزيلا حبيبة قلبي، شكرا لكم من القلب متابعاتي اللي احبكم موت. طبعا تعرفون حتى بالتيك توك اني المطنوخات مالتي يعني الداعمات اكثريتهن بنات، الف الحمد لله والشكر. يعني ما عندي احد يدعمني دغش، ولا عندي ناس تحبني على مصلحه، متابعاتي هن اللي يحبني ويدعمني دائما. اقولها شكرا جزيلا لك، والله يرزقك ويزيدك ان شاء الله ويفرحك مثل ما فرحتيني بهاي الهديه اللي تخبط. صدق فرحت بيها، يعني شوف ايش قد كيوت حرف دي. شكرا جزيلا. خف الله على ذكرني ما حرقني. ما حرقني صدق؟ كم سحقة. خف الله على ذكرني ما حقرني، وانا غنية بس احب الهدية وافرح بيها. احبكم كومات حبايب قلبي. قبل شوي بتسولف بالتليفون ايش قلتي؟ ايش قلت؟ انا كريمة. لا. لا عاد. اللي يزيد ما ادري شلون. ما يرد الكريم الا البخيل. هيك قلت. اي طبعا اكيد ما يرد الكريم الا البخيل، فاني مو بخيل الحمد لله والشكر، فاي واحد يكرمني اكيد اخليه على راسي. شكرا جزيلا حبايبي. بس خل ما انهي الفيديو هسه، خل اشوفكم الغدا. خليتي له حامض؟ الله حامض خليتي؟ صدق؟ والله يجنن. خليت له بس شويه نعناع، بس الريحه والنكهه اخذتني الاربيل. اليوم غدانا برعايه سوبر ماركت الزهراء فود وسهمكم العافيه. ولهنا وننهي الفيديو مالتنا، لان صراحه هلكت، هاني تعبت من الصبح لسه.
انتظرونا فيديو جديد، لا تنسون تدعمونا باللايك، مو هيجي، لا تنسون تشقون لايك للفيديو وتشتركون بالقناة أول مرة تشوفونا وما مشتركين، وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. هاي الشغلات اللي دا أقولكم عليها هاي دعم إلنا، تشجعنا حتى نستمر وياكم وتكبر عائلتنا وقناتنا. نحبكم كومات، هل قد بقد الدنيا، انتظروني فيديو جديد. باي باي، حتى بالأخير سحقة، قولهم باي باي آدم. باي باي.